السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخوة في جامعة الدول العربية على دعوتهم الكريمة لنا للمشاركة في هذا الحدث الهام، والشكر موصول للجنة التنظيمية على التنظيم والإعداد الجيد لهذه الاحتفالية، وأنه لمن دواعي سروري أن نشارككم اليوم في هذه الاحتفالية المخصصة لإطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021، الذي هو محصلة للجهد المشترك بين الجهات الأربع المساهمة في إعداده، متمنين أن تكلل بالنجاح الجهود المبذولة في إعداده وإخراجه بالشكل الملائم. ولا شك أن الخطوة المتخذة لإطلاق اليوم من شأنها أن ترفع من المستوى الترويجي للتقرير. السيدات والسادة، أن منظمة أوابك هي الجهة العربية الوحيدة المهتمة بشؤون الطاقة في العالم العربي منذ إنشائها في عام 1968، لذا فقد حرصت حرصاً شديداً على أن تكون من ضمن المؤسسات المشاركة في إعداد هذا التقرير، حيث انضمت المنظمة لهذا الجهد المشترك منذ العدد الثالث للتقرير، والذي صدر في عام 1982، وذلك كما جاء في التقرير الفيديو، وذلك بتوليها مهام إعداد الفصل الخامس منه، والذي يتعلق بقطاع الطاقة الذي يعد حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. يستعرض الفصل الخامس الخاص بقطاع الطاقة التطورات في الوضع العام لنشاط الاستكشاف والإنتاج في الدول العربية، والتطورات في الطلب العربي على مصادر الطاقة المختلفة والإمدادات النفطية ومستويات المخزونات النفطية وحركة أسعار النفط ومنتجاته وأسعار الشحن وأسعار الغاز الطبيعي وحجم الصادرات العربية من النفط والغاز الطبيعي. كما يستعرض الفصل التطور في حجم العائدات المحققة من تلك الصادرات، والتي كان ولا يزال لها دورا رئيسيا في تعزيز عملية التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد في الموازنات العامة والموازين التجارية في الدول المنتجة. ومن ناحية أخرى، فقد ساهمت تلك العائدات البترولية وتوفر النفط والغاز الطبيعي في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال العون الإنمائي المقدم من الدول المنتجة إلى الدول العربية المستهلكة، وعن طريق التعاون العربي في شبكات النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي. الحضور الكريم، دعوني أشارككم بعض المؤشرات الرئيسية المهمة للطاقة والتي تم التطرق لها بإسهاب في الفصل الخامس من التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2021، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم. ففيما يتعلق بالنفط، بلغت الاحتياطيات العربية المؤكدة منه حوالي 716 مليار برميل بحصة 56 من الإجمالي العالمي، وصل إنتاج الدول العربية من النفط نحو 22 مليون برميل يومياً، أي ما يشكل حوالي 27 من الإجمالي العالمي. وفي المقابل، بلغ استهلاك النفط عربياً نحو 6.5 بليون برميل يومياً. بالإضافة للصادرات النفطية، فقد وصلت إلى 21 مليون برميل يومياً، وما يمثل 32% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية. وما يخص الغاز، فقد وصلت احتياطيات الدول العربية نحو 54 تريليون متر مكعب، بما يمثل 26% من الإجمالي العالمي، وبلغ إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي المسوق الذي لا يشمل الكميات المعاد حقنها والمحروقة نحو 585 مليار متر مكعب، يتشكل بذلك حصة 15% من الإجمالي العالمي. وبلغ استهلاك الغاز الطبيعي عربياً ما يعادل حوالي 7 مليون برميل مكافئ نفط يومياً. وقد شكلت صادرات الدول العربية من مجمل الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي بنوعه حوالي 166 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 16% من الإجمالي العالمي. حضور الكريم، أن الدور المحوري الذي تتمتع به الدول العربية في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر يتطلب منا بذل مزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك العربي والعالمي المتزايد من مصادر الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لنمو تلك الاقتصادات. وبات من الواضح أن التقلبات في أسواق الطاقة وعدم استقرارها أيا كان مصدرها وأسبابها تؤثر على إنتاج وصادرات وعوائد النفط والغاز وحجم وأنماط الاستثمار في الإنتاج، مما يؤثر بالتالي
على استراتيجيات التنويع الاقتصادي وأساليب إدارة الإيرادات النفطية والغازية في دولنا العربية المنتجة للنفط والغاز. وتجري الإشارة إلى أن معظم توقعات المنظمات والهيئات المتخصصة للطاقة تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي، إذ من المتوقع أن يستحوذ على نسبة 53% من مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالمياً حتى 2045 بحسب توقعات منظمة أوبك. ومن المتوقع أن تساهم دول منظمة أوبك العالمية التي من ضمنها 6 دول عربية بالجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في الإنتاج العالمي من النفط التقليدي وغير التقليدي وسوائل الغاز. سيدات والسادة الحضور الكريم، ختاماً أود التأكيد مرة أخرى على أن المكان المرموقة للدول العربية في المشهد العالمي للطاقة يحملها مهمة مواصلة الاطلاع بدورها الإيجابي لبذل كافة الجهود الممكنة للمحافظة على النفط والغاز كمصدرين أساسيين للطاقة نظرا للمساهمة الكبيرة في التنمية الاقتصادية العربية، كما أن إيجاد سوق نفطية متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين المستثمرين على حد سواء يعتبر أمراً ضرورياً لتحفيز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان الطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة نظراً لكلفتها المالية الباهظة. وعندما نتحدث عن مبدأ أمن الطاقة الانرجي سيكوريتي، فإننا نرى أهمية أن يشمل مبدأ ضمان الطلب العالمي على الطاقة مقابل مبدأ ضمان إمدادات الطاقة. شاكراً لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.